لطالما كان نهر النيل العظيم شاهدا على التوأمة بين أبناء الوادي، واليوم تتأكد تلك التوأمة بالإعلان عن مبادرة تحمل عنوان وحدة واستقرار السودان. تشهد المبادرة انطلاقها من القاهرة تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور كرئيس لاتحاد المحامين العرب، في حضور الأستاذ عثمان علي الشريف نقيب محامين السودان ومشاركة الأستاذ مازن أرشدات نقيب محامين الأردن. وعلى هامش المؤتمر الصحفي حظيت كاميرا موقع نقابة المحامين بلقاء نقيب محامي السودان لسؤاله عن تطورات الوضع في السودان ولمعرفة تفاصيل أكثر عن المبادرة. شكرا جزيلا للإخوة في نقابة المحامين وعلى رأسهم أستاذنا الكريم النقيب سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة، ونحن الحقيقة شاكرون ومقدرون لهذا الملتقى الذي التقيناه والذي أسفر والحمد لله عن دعم نقابي يمتد إن شاء الله إلى أن يكون دعم من الجامعة العربية واتحاد المحامين العرب والمنظمات الحقوقية للوضع الانتقالي في السودان الذي نرجوه أن يكون وضعا دستوريا قانونيا يضمن حكم انتقالي آمن بلا معارضة طوال فترته التي هي الآن 3 سنوات. الحقيقة الدور المصري في دعم الحراك السوداني لا يخفى على أحد، فهو دور فاعل وقوي وكان له أثر كبير جدا في نجاح الثورة، وما زلنا نؤمل عليه في إنجاح الفترة الانتقالية إن شاء الله لوضع آمن مستقر ديمقراطي للسودان بإذن الله تعالى. أما دور النقابة فالحمد لله فهو دور فاعل، والحقيقة هذه الفترة الانتقالية أهم ما تحتاج إليه هي دراسات عميقة في الدستور وفي القانون. تواضعنا والحمد لله ونقابة مصر بقيادة الأخ الكريم سامح ونقابة الأردن بقيادة النقيب مازن أرشدات على مبادرة نعتقد أنها مبادرة مهمة وفاعلة بإذن الله تعالى، وهذه المبادرة إن شاء الله سيكون لها ما بعدها باتجاه اتحاد المحامين العرب وحتى الجامعة العربية، وهي تهدف في الأساس إلى أن يكون الوضع الانتقالي وضع مقنن دستوريا يضمن الحقوق والحريات والواجبات ويضمن صلاحيات دستورية لهياكل الحكم الثلاث، ويضمن وضع انتقالي يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة إن شاء الله تفضي إلى وضع ديمقراطي هو ما يرجوه أهل السودان وشباب السودان الذين انتفضوا عن بكرة أبيهم مطالبين بالحرية والسلام والعدالة. وأمامنا الكثير الذي نرجوه إن شاء الله من الوضع في إخوتنا في مصر الدولة الشقيقة ونقابة المحامين. نحن في حاجة الآن نعقد اتفاقيات سلام مع حركات مسلحة هي الآن والحمد لله رحبت بهذه الثورة، والآن تدور مشاورات كثيفة جدا في استيعابهم في الفترة الانتقالية، ولعل أهم ما فيها أن يكون هنالك سلام مستدام للسودان في أطرافه في غرب السودان جنوب النيل جنوب كردفان جنوب النيل الأبيض وما إلى ذلك. نحن في حاجة إلى عضد ومساعدة من الجامعة العربية وعضد ومساعدة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ونقابات العالم العربي والنقابات الدولية. إن شاء الله هذه أول خطوة بإذن الله تعالى، نسأل الله أن تكون خطوة مباركة مفضية إن شاء الله إلى سلام عادل مستدام في السودان. المبادرة الآن هي تؤمن على موقف النقابة بأن هذا الوضع انتقالي ولمدة 3 سنوات قانونا ودستورا يحتاج إلى دستور مؤقت ولا يحتاج إلى إعلان أو مرسوم دستوري بهياكل وسلطيات وصلاحيات الهياكل الثلاثة للحكم. وهذا الأمر يهمنا الدستور الوثيقة الذي هي مشروع من النقابة تؤمن على وثيقة الحقوق في دستور الانتقالي 2005 وهي كافة حقوق الإنسان بما في ذلك العهد الدولي 66 بجميع الحقوق، وتتضمن صلاحيات ممكن يتفق عليها المجلس السيادي وصلاحيات لمجلس الوزراء وصلاحيات لمجلس البرلمان أو التشريعي، وفيها تأمين على استقلال القضاء
الذي أمن عليه البيان الأول لهذه الثورة المجيدة، وهو استغلال السلطة القضائية واستغلال النيابة العامة واستغلال المحاماة، وهذا شيء الحمد لله مؤمن عليه ومضمون الآن. فقط نريد أن نسجل ويكتب ويمهر في دستور انتقالي أو وثيقة انتقالية نحتكم إليها أو يحتكم إليها كل صاحب حق لا يجد حقه في الممارسة من اللجنة من السلطة التنفيذية أو السلطة السيادية أو من أي جهة طوال فترة انتقال، وهي 3 سنوات، وهي فترة مش هينة تحتاج إلى دستور مؤقت بدلا من مجرد إعلان دستوري. هذه دعوة الآن نحن نقدمها للمجلس العسكري، نعم نقدمها للمجلس العسكري، نقدمها للحقوق والحرية والتغيير، نقدمها لكافة القوى السياسية في السودان بمنطق بسيط، أنكم الآن تحتاجون إلى وثيقة دستور انتقالي، تحتاجون إلى دستور مؤقت وليس مجرد إعلان دستوري. هذه دعوة قانونية دستورية الآن اتفقنا عليها نحن، معنا نقابة مصر، معنا نقابة الأردن، ونعتقد أن كثير من النقابات العربية ستؤيدنا في ذلك بإذن الله تعالى، وهي يعني كرأي قانوني نقدمه، كل ما وجد سندا وتأييدا وتعضيدا من النقابات واتحاد المحامين العرب وحتى الجامعة العربية، كل ما كان إن شاء الله الفرصة لقبوله متاح. الإعلان الدستوري الذي إذا صدر إعلان دستوري فهو مع ذلك الحاجة لدستور مؤقت تظل قائمة فترة انتقال 3 سنوات، لا بد من دستور مؤقت. نحن لا نقول لا يصدر الإعلان الدستوري، ولكن نقول أنه ينبغي أن تكون وثيقة حاكمة دستورية للـ3 سنوات، فرصة متاحة حتى بعد التوقيع على الإعلان الدستوري. حتى الآن طبعا نحن 3 نقابات، وهنالك دعوة لبعض في السودان. نعم السودان الآن ما هنالك قوى كبيرة جدا تؤيد أن يكون هنالك دستور مؤقت، وحتى قوى الحرية والتغيير وحتى المجلس العسكري لا يعارض الدستور المؤقت. هذه 3 سنوات ما دايرين تحكم بأمر دستوري، الأمر الدستوري هو بيصدر دائما من حكومات انقلابية، لكن الذي حدث في السودان هو ثورة، وثورة شعبية ولها يعني زي ما يقولوا مشروعية ثورية، نحن دايرين نخليها مشروعية دستورية بدستور متوافق عليه يكون ضامن للوضع الانتقالي هذه المدة. والله هذا يعني نحن في كان في تقديرنا أنه السنتان اللتين أعلنتا في الأمر الأول لانحياز القوات المسلحة للثورة الشعبية كانت تكفي، وكان هنالك رأي يقول 1 سنة تكفي، ورأي يقول 4 سنوات لأننا نحتاج إلى تأسيس وإلى يعني تهيئة الجو لوضع انتقالي، لأنه هنالك مظالم على مدى 30 سنة وما إلى ذلك. ولكن الحمد لله الآن تم اتفاق على 3 سنوات، وهذه الفترة نحن دارين نرشدها ونضمنها ونضمن أن تفضي بنا إلى وضع آمن مستقر وديمقراطي إن شاء الله. نحن نقبل الاتفاق، أعلننا في نقابة المحامين عن قبولنا لهذا الاتفاق بتفاصيل هذه 3 سنوات، وما معترضين على هذه 3 سنوات لأننا نبني على ما تم ولا نريد أن نختلف. نحن في حاجة وفي عجلة إلى أن يتم ذلك بأعجل ما تيسر إن شاء الله. الخلاف لكن الذي رشح أنه هناك توافق كبير جدا، وهناك بعض الإشكاليات البسيطة ما زال التفاوض يجري فيها، أتوقع أن يتم ذلك في يوم يومين. كما قلت وأكرر أنه إذا تم الاتفاق وصدر إعلان دستوري بهذا الاتفاق وبهذه الصلاحيات، نحن لا نقول يتوقف هذا التوقيع، بل نقول أننا ندعو مع الاتفاق أن يجود هذا الاتفاق ويضمن بوثيقة دستور انتقالي. نعم هو الحقيقة في يعني التجربة المصرية كما حكاها الأخ الكريم سامع عاشور أنه لجنة قومية من كل فعاليات المجتمع المصري، وهي لجنة تأسيسية لوضع الدستور، وضع الدستور المصري ثم قامت بموجبه انتخابات. في السودان الآن في تفكير أن تكون هنالك لجنة قومية تقوم بالإعداد للدستور
وتضع مسودة للجهة المنتخبة أساسا للدستور، اللي هي تسمى جمعية تأسيسية أو برلمان تأسيسي. ومع ذلك يمكن أن يتم في هذا الدستور الانتقالي إضافة أنه يجاز بواسطة إعداد اللجنة الفنية وبالسلطة البرلمانية التأسيسية، ثم بعد ذلك يمكن أن يطرح للاستفتاء. هذا أدعى إلى أن يجد كل مواطن سوداني نفسه في هذا الدستور ويحميه كما يحمي حرماته الخاصة. شكرا، شكرا لك.